يرحب معنا من صفاقس بالسيد فوزي الزياني، وهو خبير في السياسات الزراعية ورئيس جمعية تونس الزيتونة. أهلا وسهلا بك معنا سيد فوزي. إذا الإنتاج العالمي من زيت الزيتون ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات، أين تونس من هذه المعادلة؟ تونس كبقية دول العالم هي معنية بالتغيرات المناخية، بالجفاف، بارتفاع درجات الحرارة. لمدة 3 4 سنوات الأمطار كانت ناقصة جدا في تونس، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة خاصة من هذه السنة انعكس سلبيا على الإنتاج الوطني الذي شاهد نقصا تقريبا يقدر بحوالي 30 35%. هذا بطبيعة الحال يمس شريحة كبيرة من الفلاحين المعنيين، لأن أكثر عدد ممكن في تونس من الفلاحين هم يعتبرون من صغار الفلاحين، أي يمتلكون أقل من 10 هكتارات. طبعا هم معنيين لأن أغلب الزيتون في تونس هو زيتون بقري وليس سقوي، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والتغيرات ككل هي تمس مباشرة المزارع التونسي. وكيف انعكس ذلك ايضا سيد فوزي على الصادرات، خاصة ان تونس هي الاولى عربيا وتحتل مراكز جد متقدمة عالميا في مجال انتاج الزيتون؟ طبعا لانه هي تغيرات مست حوض البحر الابيض المتوسط تقريبا كل الدول المنتجة للزيتون، والانتاج العالمي تراجع، فهناك طلب كبير على زيت الزيتون. تونس تصدر كل انتاجها تقريبا، حوالي 30 الف طن يستهلكون محليا والبقيه تصدر. الشيء الذي تغير في السنه الاخيره هو، وخاصه هذه السنه، هو ارتفاع اسعار زيت الزيتون، لانه الطلب العالمي يفوق العرض. هذا كان له البعد الايجابي على مستوى الصادرات، لكن كذلك يجب ان نستخلص الدروس من هذه الصادرات. نحن نصدر 90% من زيت الزيتون سائل، يعني غير معلق. الفرصة التاريخية أمام تونس وبقية الدول العربية كذلك أن تثمن صادراتها، لأن العالم يطلب ويجب أن تصدر زيت الزيتون معلبا. يا حبذا لو تعاون الدول العربية مع بعضها لتوحيد صادراتها وللتموقع أكثر في العالم، يمكن أن تحتل الدول العربية مع بعضها المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية من حيث الإنتاج ومن حيث الصادرات. ما هي السياسات التي يجب أن ترافق هذا الطموح لوصول تونس إلى هذه المرحلة؟ طبعا التدخل الحكومي هو ضروري جدا أحيانا، لأنه في عملية التوعية وإرشاد وتسهيل كل المحطات التصديرية، ما زالت تونس تعاني من بعض البيروقراطية على مستوى التصدير. التصدير غير مفتوح كذلك لكل الشرائح، ما زالت هناك عقبات أمام صغار الفلاحين من أجل التصدير. هذه كلها من مشمولات الدولة أن تسهلها، وأن تسهل عملية التسويق والترويج على المستوى العالمي، لأنه زيت الزيتون أصبح من المنتوجات الهامة جدا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد وباء الكورونا. هناك علاقة جدلية أصبحت بين المناعة وبين استهلاك الزيتون، وبالتالي الطريق مفتوحة جدا أمام كل الدول التي تنتج الزيتون. طيب سيد فوزي، قلت قبل قليل أن الأسعار ارتفعت، بأي نسب ارتفعت هذه الأسعار، أسعار زيت الزيتون، تلك المخصصة للتصدير وتلك المخصصة للاستهلاك الداخلي؟ وماذا عن التوقعات بالنسبة للأشهر المقبلة، يعني التسعيرة في الأشهر المقبلة؟ الأسعار ارتفعت سواء محليا أو عالميا، لأن هناك تسعيرة عالمية وبورصة عالمية هي التي تحدد. الدولة هنا كذلك يجب أن تتدخل لإبقاء كمية من زيت الزيتون تستهلك على المستوى المحلي بأسعار تفاضلية للمواطنين المستهلكين التونسيين. هذا لم يحصل. الأسعار الآن تدور حوالي 8 دولارات لللتر الواحد في العالم على مستوى البورصة العربية، وكذلك على المستوى المحلي. والمرجح أن هذه الأسعار هي التي ستكون موجودة في السنة الحالية الموسم، هذا الذي سيبدأ بعد شهر.
وتونس منذ مدة أيضا أدخلت تقنيات لتحديث أساليب الزراعة وأيضا زيادة نمو أشجار الزيتون. هل أخبرتنا أكثر عن ذلك، عن مدى فاعلية هذه الأساليب، خاصة أنه كما نفهم منك لا يبدو أنها يعني ترمي إلى النتائج المرجوة؟ ومع الأسف احنا ما نلاحظه أنه غياب الدولة وتدخل السياسة، بل ليس هناك تحديدا سياسة فلاحية واضحة مع هذه التغيرات المناخية التي تضرب منذ 30 سنة. نحن في تونس عندنا يعني تهرم غابة الزيتون، لابد من تشبيبها. هناك عملية ما يسمى بالري التكميلي عند الأزمات مثل الصيف هذا الحار جدا، لم تتدخل الدولة، وبالتالي نحن نعتبر كمزارعين وكخبراء في الميدان أن الدولة غائبة نوعا ما إذا لم نكن مستقيلة في بعض الأحيان، خاصة إذا اعتبرنا أن صادرات الزيتون هي ثاني مورد للعملة الصعبة بعد السياحة، وخاصة إذا اعتبرنا أنه إذا ثمننا زيت الزيتون المعلب سوف نجني الكثير والكثير من العملة الصعبة، وسوف نقوم بتوازنات جديدة على مستوى الميزان التجاري الغذائي، وطبعا هذا إيجابي على مستوى المالية العمومية. دائما نطمح ان تتدخل الدوله وتولي القطاع الفلاحي عموما وقطاع الزيتون خصوصا الاهميه الكافيه، لانه قطاع استراتيجي، لانه قادر ان يضيف، ان نعم. يشغل وان طيب يخدم. في هذه النقطة سيد فوزي، يعني كما تقول هي منظومة متكاملة من مصدرين من ديوان الزيت وأيضا الفلاحين، والفلاحون كما يبدو هم الحلقة الأضعف سبب عوامل عدة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا التراجع في ميزان التنافسية. الآن تدعون الحكومة التونسية إلى التدخل، كيف يمكن تعزيز موقف الفلاحين في هذا الإطار؟ طبعا طبعا احنا انت سيادتك ذكرت الديوان الوطني للزيت الذي هو تقريبا استقال من المشهد منذ 10 سنوات، لم يعد يقوم بالامور التاريخيه التي بعث من اجلها وهي مساعده الفلاحين عند الازمات، اعانتهم للري التكميلي، التخزين، هذا كله تقريبا اما حال اصبح ديوان يعني تقريبا فارغ من المضمون. الفكره الاساسيه هو تدعيم الفكر التعاوني، يجب ان يتعاون الفلاحين فيما بعضهم بدعم من الدوله، دعم لوجستي، نحن نطلب دعم لوجستي من الدوله لتسهيل انشاء كل ما هو شركه تعاونيه، مجامع تنميه، حتى نخفض من التكلفه اللي هي ارتفعت كثيرا، وحتى تكون حتى عمليه التصدير مشتركه ومجمعه، وبالتالي تكون المشتريات للمدخلات الفلاحيه مجمعه والتصدير كذلك يكون مجمعا. هذا نطلب فقط من الدوله دعما لوجستيا، ارشاد الفلاحين في الظروف الصعبه، هذا كل ما نطمح اليه من الدوله، لا نطمح كذلك نطمح نعم. تسهيلات ماليه نوعا ما، ما يسمى بالقروض الموسميه التفاضليه، هذا مع الاسف غائب. دائما نرجو ان تتدخل الدوله، لان الفلاحه في اي دوله في العالم وخاصه الان بالتقرير الكبيره هذه التغيرات المناخية وهذا والتغيرات ما تدعوها الجيوسياسية. إليه العديد من الجهات للحفاظ على التميز، تميز منتوج الزيت والزيتون في تونس. هلا ذكرتنا بأبرز سمات زيت الزيتون التونسي؟ طبعا زيت الزيتون التونسي هو يتحصل سنويا تقريبا على 250 ميزانية ميدانية في العالم، يكاد يكون يعني تونس ممكن مع بعض دولة أخرى واثنين من الأوائل. ولنا خصوصيات اهمها ان زيت الزيتون التونسي هو زيت زيتون مطري، يعني طبيعي، اغلبه بيولوجي. نذكر ان تونس اول دوله منتجه ومصدره لزيت الزيتون البيولوجي، لذلك يجب التموقع من خلال هذه الميزات البيولوجيه، لان العالم الان وعلى المشاكل الصحيه العالميه يستهلك البيولوجي، يستهلك الطبيعي، ونحن نتميز بهذه الصفه، ولنا اصناف محليه ممتازه جدا، اذكر منها زيتون الشملالي، زيتون الشتوي، الوسلاتي الى غير ذلك. هذه زيتين لها نكهه خاصه، مشهود لها في امريكا، في اسيا، في افريقيا، اثبتت التحاليل كلها انها تحتوي على ماده البوليفينول التي هي يعني معناها ممتازه جدا للتغذيه الانسانيه، ولها علاقه يعني بعديد الامراض التي يمكن ان تقاومها مثل السمنه، مثل السكري، مثل السرطان الى غير نعم. ذلك.
نحن لنا ميزات عديدة مع بقية كذلك الدول العربية، لابد من توحيد الجهود لتثمين هذه الميزات وللتموقع كما قلت من أجل كسب أسواق جديدة، وهذا ليس بالأمر المستحيل على تونس وعلى بقية الدول العربية كذلك. نعم، شكرا جزيلا لك من صفاقس فوزي الزياني، خبير في السياسات الزراعية ورئيس جمعية تونس الزيتونة.